طباعة المنسوجات التي تشتهر بها حلب السورية مهنة معرضة للانقراض بسبب الحرب الدائرة هناك، وحفاظا على هذه الثروة الاقتصادية تحاول الفنانة زينة صباغ تدريب العديد من المهنيين السوريين، وذلك بهدف الحفاظ على الثقافة والجذور الحلبية لهذه المهنة. هو المهم كتير اليوم أنه ما ننسى جذورنا، ما ننسى حضارتنا ثقافتنا، لأنه الرموز الموجودة عنا، الرموز الموجودين كليتهم بيحكوا عن بيوتنا الحلبية. مثلا هاي ياسمين، في شجرة الحياة، في الطاووس، في العصفور، كله الرموز بتحكي سيرنا الشعبية، قصص حياتنا تبعيت كل يوم. القيمة الاقتصادية التي تمثلها حرفة طباعة المنسوجات للعديد من الأسر الحلبية أثارت حماسة الكثير للمشاركة في هذا المشروع الذي يوظف الإبداع الفني لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي المدينة. يعني هاي هي نحن لنقول حربنا ضد كل شيء عم بيصير معنا، انه بهالطريقة، هاي بهالطريقة اللي الراقية كتير كتير، نرجع نسكر الكون كليته، نحن موجودين ونحن إلنا حق بالحياة. هذه الأعمال الفنية المتميزة شجعت العديد من السيدات على تعلم الحرفة ثم الانتقال إلى مرحلة العمل والإنتاج، وهو ما يساعدهن على مواجهة ظروف الحياة القاسية بعد الخروج من الوطن. وبالفعل كانت لمسة جميلة جدا، لأنه كل واحدة تقلي عم نعيش ألواننا، عم نعيش حياتنا، عندهم فرح أنه هن موجودين، بصمتهم موجودة، ممكن يكونوا منتجات. حلب التي كانت عاصمة الصناعة السورية بجدارة وتصدر منتجاتها من المنسوجات لأنحاء العالم، أصبحت تعاني الدمار والتخريب، بل إن معظم مصانعها نقلت إلى تركيا ولبنان. ولعل ما تقوم به الفنانة زينة صباغ هو محاولة استعادة ما كان أو الحفاظ عليه إلى أن تتغير الأوضاع.